هو أنفسنا ومن حولنا للتوحد. خلاصنا تم انعقاد اليوم في مدينة الباب الاجتماع التأسيسي الأول للهيئة السياسية الثورية لعموم محافظة دير الزور. ضم هذا الاجتماع بعض الشخصيات السياسية الثورية المستقلة بالإضافة لممثلي عن روابط المحافظة بشكل عام. تم الاتفاق على انتخاب شخصيات محددة وأيضا على انتخاب مكتب تنفيذي نطمح من خلال هذا التشكيل للتمثيل الأمثل لمحافظة دير الزور. البناء إن شاء الله تم، والمؤتمر عبارة عن انطلاقة للبناء وبداية للعمل، والهيئة السياسية الثورية تستمد قوتها وشرعيتها من الناس لأنها انطلقت من الناس ومن أهالي دير الزور ومن أبناء دير الزور. في كثير من المشاريع لخدمة أهلنا وأبنائنا وتجميع كافة الروابط والهيئات وتشكيل جسم موحد سياسي يمثل المحافظة. تنظر الهيئة إلى كافة أطياف الشعب السوري ككل ولا جريرة لأي مكون. طبعا هي خطوة جيدة، بداية جيدة، إيجاد جسم يتحدث عن محافظة دير الزور ككل بعد شتات ما يقارب 3 أو 4 سنين من نزوح عام لأبناء دير الزور. تأسست هذه الفكرة، كانت وليدة الداخل، بدأت من الداخل ثم تبنوها أشخاص ثوريين قياديين لمحافظة دير الزور بالخارج. فكرة جميلة، فكرة جيدة، إن شاء الله تكون بداية خير لمحافظة دير الزور ككل.